لأول مرة يفتح هذا التابوت منذ تحنيط هذه المومياء، وعلى عكس ما هو معتاد لم يعثر عليها في مقبرة، بل كانت مدفونة في جبل بمدينة الأقصر. 30 تابوتاً خشبياً لكهنة الإله آمون وخنسو من الأسرة الفرعونية 22، ومعهم شمعة منشدة آمون، كلها توابيت يرجح أنها صنعت في ورشة واحدة. أنا كنت متأكد إن المومياوات لما يجي نفتح هيبقى في حالة رائعة جداً من الحفظ. السؤال ليه؟ السؤال لو بصينا كويس جداً للتوابيت هنلاقي إنها ما زالت سيلد، ما زالت مقفولة. منظر الخوابير الخشبية أهو، أهو الفتحات بتاعتها هنا ما فيهاش أي نوع من أنواع بقايا ما يسمى الترمايتس، ترمايتس يعني النمل الأبيض، ما فيش رطوبة. هؤلاء الكهنة كانوا أقل اجتماعياً من الطبقة المتوسطة، لذا لم يقدروا على بناء مقابر لهم، واعتبروا التابوت أشبه بمقبرة لدرجة أنهم كتبوا عليه نصوص كتاب الموتى، اعتقاداً منهم أنها ستساعد المتوفى في العالم الآخر بعد الموت. ويرجع إخفاؤها بهذا الشكل لانتشار لصوص المقابر في عهد الأسرة 21. البعثة المصرية عثرت على الكنز الأثري بمنطقة العساسيف القريبة من معبد الملكة حتشبسوت. الفتحات اللي في الجبل اللي ورانا دي مقابر احنا عارفينها، وفي منهم مقبرة اكتشفناها من حوالي سنة تقريبا، ومدخل مقبرة احنا شغالين فوقيهم دلوقتي في المستوى الأعلى. هم بيشيلوا كل مستوى الرديم ده، بيلاقوا بلقايا فخار لغاية دلوقتي، هتلاقي لفاية في الكتان حتى موجودة هي في كل حتة، لغاية لما ان شاء الله نقدر ان احنا على أمل ان احنا نفهم الموقع مبدئيا، ادي واحد، ونوثق المكان، وياريت يكون في اكتشافات تانية. يعني هنا مكان الكشف الأثري الذي عثر عليه على عمق متر واحد فقط، وتستمر البعثة في التنقيب عن مقتنيات المومياوات التي ستنقل للمتحف المصري الكبير في القاهرة. هذا الكشف هو الأضخم في تاريخ الاكتشافات الأثرية منذ القرن 19، وكل واحد من هذه التوابيت سيكشف عن تفاصيل مهمة لتاريخ الأسرة 22، أي قبل 3000 سنة. آية رادي، سكاي نيوز عربية، مدينة الأقصر.